أرحب بي الأستاذة سارة أبو زبر، مدرب في حماية قانون الطفل ومقدم ورشة عمل عن القانون الجرائم الإلكترونية، وهذا راح يكون موضوعنا مساء. إن شاء الله بالخير أستاذة. يسعد مساءك وأمسي على جميع المشاهدين، وطبعا الله يعطي الصحة والعافية الموعد على هذا التقرير الطيب. الله يسلمك. طبعا حضرتك مدرب معتمد في قانون الطفل، وكذلك مدرب قانون معتمد. زين، خلينا نتكلم بداية عن الموضوع نفسه هذا، يعني ليش تتكلمين فيه مع الطلبة مع المعلمات؟ يعني هل هم محتاجين ان يعرفون مثل هذا الموضوع؟ في البداية انا في البداية كنت اعطي محاضرات في مجالي وهو مجال القانون، اعطيت العديد من المحاضرات، وكذلك في مجال العمل التطوعي هم اعطيت فيها محاضرات، وكان لي مبادرة برعاية استراتيجية من وزارة الدولة لشؤون الشباب في ذاك الوقت. من بعدها شفت ان لازم اخذ بريك واخذ نفس عميق، من الضروري ان انا اطور من نفسي، وبالفعل دخلت العديد من الدورات وتطلعت على بعض الكتب اللي تهتم بالتدريب والتدريس الابداعي، وتطلعت على بعض القوانين اللي تناسب ان اعطي فيها ورشه العمل، لان المتعارف على مواد القانون انها هي تتميز بالجمود، وكذلك انها هي غير مرنه. فلله الحمد الله وفقني ان اعطي فيه قانون الجرائم الالكترونيه وركشوب يعني. نعم. وشلون شفتي تفاعل الطلبه معك؟ طبعا تفاعل جدا طيب، خاصه المرحله المتوسطه. في موقف ايجابي حصل لي مع مدرسه عباد بن بشير، طبعا هذا الموقف ان في نهايه الورشه كان نشاط، وزعت عليهم وسائل على كل مجموعة، أنا كنت مقسمتهم على مجاميع، وطلبت منهم أن يقومون بحساب، فهذا وأن يذكرون الأهداف، وبشرط أن تكون الأهداف تساهم في تنمية المجتمع، وبالفعل كان في تفاعل جدا طيب، وتفاعل المعلمين أكثر من الطلبة، ولكن من كثر ما تفاعلوا واحد من المعلمين الله يجزاه خير قال لي أفضل أكاونت راح نكربهم في الطابور، فكان تفاعل جدا طيب. ممتاز. وهالمحاضرات هذه أو ورشة عمل لقانون حماية الطفل القوانين الجرائم الإلكترونية، بالضبط عن شنو تتكلمين وياهم؟ يعني شنو اللي راح يستفيدون منه؟ طبعا أنت عارفين أن اليوم قانون الجرائم الإلكترونية حديث الساعة والعموم، وأن القانون الجرائم الإلكتروني يستهدف جميع الفئات، والعموم صار بيد أن يستخدم التلفون، فقد لهذا السبب قد يكون معرض للمسائلة القانونية. نعم. وكذلك قد يكون ضحية من ضحايا الابتزاز، أو ضحية من ضحايا التنمر الإلكتروني، أو يكون ضحية من ضحايا النصب والاحتيال. لهذا السبب قلت من الضرورة أنا كقانونية من واجبي أن أوعي المجتمع، وأن أقدم شرعة توعوية تفيد كذلك المجتمع. نعم. والمراحل العمرية اللي تقدمي لها الورشة؟ طبعا المرحلة المتوسطة وما فوق. نعم. وتشوفين منو المتفاعل اكثر، متوسط او ثانوي؟ المتوسطة مبدعين جدا فعلا، والله العظيم. الثانوية على الاقل يعني يكونون اكبر شوية. انا انصدمت في اخر مدرسة قدمت ورشة عمل، تفاجأت عندهم معلومات، عارفين اشياء اكثر يعني مني، يعني ما شاء الله وايد متفاعلين، ويعني اشوف ان لله الحمد ان احنا جيل واعي. وشنو يعني اهم نقطه تركزين عليها بان الطلبه الطالبات لازم يكونون عارفينها في قانون الجرائم الالكترونيه؟ ان صحيح ان وفق القانون الطفل هم يعتبرون اطفال وفق قانون الطفل، ولكن الطفل مسائل من عمر 7 سنوات الى عمر 18 سنه، فهم مسائلين، يعني ما يقول انا والله انا طفل او انا مراهق راح يسامحوني، لا، فانهم. وثاني شيء إذا كان هو ضحية إنه ما يسكت، حتى ما يعني ما يسكت، وخاصة الحدث القانون معه. نعم. ومثل هذه ورش العمل يعني غريبة شوي نوعا ما، فليش اتجهتي لها بأن تقدمين ورشة عمل عن قانون الجرائم الإلكترونية وحق الطفل؟ للأمانة أن ورشة العمل تعتبر هي نوع من أنواع الوسائل التعليمية التي تستهدف في تطوير المهارات الطلابية. وشيء ثاني للأمانة استوقفني المثل الصيني، ألا وهو يقول المثل الصيني قل لي وسوف أنسى.
أريني لعلي أتذكر، اشركني وسوف أفهم. نعم، لهذا السبب أعطيت فيها ورشة عمل. ففيها أمور عملية يسوونها. بالضبط. نعم. بالضبط. مثل شنو؟ أنت ذكرتي بأنه يسوون مشاريع، لكن شنو بعد؟ عندي إذا كان الفئة العمرية المتلقي أقل من 18 سنة. نعم. طبعا عندي بازل، هذا البازل من خلاله الهدف من النشاط أن يستخرجون من البازل الأسباب اللي تساهم أو تساعد في ارتكاب الجريمة الإلكترونية. إذا فوق 18 سنة عندي لغز الجريمة. طبعا اللغز أوزع كل مجموعة أوزع لكل مجموعة رموز، ومن خلال هذا الرموز يستخرجون نوع من أنواع الجريمة وكذلك العقوبة المقررة لها. ممتاز. والورش العمل هذه تقدمينها للطلبة البنات والشباب؟ بالضبط. نعم. وتشوفين بأن في تفاعل كبير من المعلمين؟ بالفعل، أنا كان عندي ورشة عمل هم مع المعلمات، عطيت فيها تقريبا هي مادة واحدة خاصة للمعلمات، يعني في ورش عمل خاصة للمعلمات؟ على حسب نوعية النشاط. بس لازم نفرق، لما أنا أتكلم بالقانون هي المادة واحدة والتمارين مختلفة نوعا ما، ولكن إذا أنا بتكلم عن القانون لازم أفرق. يعني مثل ما قلت، إذا كان متلقي أقل من 18 سنة يعني أنا أمام حدث، فالحدث يخضع لقانون الأحداث، يحاسب وفق قانون الأحداث. صحيح أنه يتم استدعاء من قبل مباحث الجرائم الإلكترونية، ولكن أول ما تبين أن المشكو في حقه حدث على طول يتم إحالته إلى نيابة الأحداث للاختصاص. أما إذا فوق 18 سنة، إنه في مجال إنه فوق 18 سنة يطبق عليهم قانون الجرائم الإلكترونية 63 لسنة 2015. نعم. وورش العمل هذه دائما تقدمينها في المدارس ولا في أماكن أخرى؟ للأمانة أكثر شيء المدارس. نعم. وإذا مثلا يعني مو اللي بالمدارس، يعني في ناس يبيون وقت العصر يبي. للأمانة أنا يعني مو تبع جهة معينة. نعم. يعني هذا مجهود شخصي، وأطلع على حسب يعني اللي يطلب مني. المدارس متعاونين معك المدارس، وزارة التربية بشكل عام هل مثلا تخالف وجودك؟ لا بالعكس. نعم. شوف، الوزارة التربية ما في احتكاك مباشر معها أو ما في تعاون مباشر. نعم. ولكن أكثر شيء مع الإدارة المدرسية. نعم. ودائما يعني مثل المواضيع هذه شوي يعني هم تكون ثقيلة على الطالبات وعلى الطلبة مرحلة المتوسط الثانوية، فشنو من الأسئلة الغريبة أو تعجبتي منها وحسيتي بأن هذا كان سؤال مهم جدا؟ للأمانة ما في حد سألني ليومك هذا، بس إن لما أعطيهم ورشة عمل، لما أحركهم يشوف شوية قريبة نوعا ما، لسبب لأن العموم يعطي فيها محاضرة وأنت عارفين يعني، ولكن لما يشوفون ورشة عمل وقانون شوية يعني مختلفة نوعا ما. يعني ما حد كان يسألك عن شي شغلات غريبة صارت لهم أو يعني؟ للأمانة بعد ما. لا. يعني في البداية كلكم يستحون، لكن بعدين مثلا لا في البداية يعني مثلا في نهاية الورشة طبعا يطلبون استجرامي وأعطيهم ويدخلون علي بالخاص أي مشكلة. وبالفعل في واحد من الطلبة دخل علي بالخاص، كان يواجه له مشكلة. نعم. يعاني من مشكلة معينة، فكلمته وكذي وانحلت المشكلة لله. نعم. الحمد. ختاما ودي أعرف مثلا شنو أهم شيء بأن المراهقين الأحداث أن يعرفونه لازم من خلال القانون، قانون الجرائم الإلكترونية وحتى حقوق الطفل؟ ان مثل ما قلت في كلامي ان الانسان ان الطفل مسائل من عمر 7 سنوات وفق قانون الاحداث. لا تتوقع ان انت لانك طفل ما راح تتعرض للمسائل القانونيه، لا انت تتعرض للمسائل القانونيه، ويكون حذر بما ان القانون تم نشره في جريده الكويت اليوم، وان القانون ان الجهل في القانون غير في لا عاد انتم لازم نقال المواد نسيت والله. نعم. فهذا يعني تمام. وقاعد تشوفين زين، احنا عندنا في مجلس الأمة عندنا لجان طبعا يعني تهتم في حقوق الطفل، تشوفين بان في تفاعل في ايجابيه بمثل هذه اللجان؟ الأمانة نوعا ما. نعم. يعني ما أشوف في تفاعل، ولا أشوف يعني في آخر القوانين وما شفت أحد
يعني ذكر غير الناشطين في حقوق الطفل. نعم. يعطيك الف عافيه، تسلمين. الله يعافيك. شكرا جزيلا. كل الشكر للاستاذه ساره ابو زبر، مدرب في حمايه قانون الطفل. خلكم على بعد الفاصل مع ضيف كريم.